بعد مضي 50 عاماً على إشراف رجال القضاء والنيابة العامة على العملية الانتخابية، سيكتب للمرأة الكويتية الإشراف على العملية الانتخابية هذا العام بعد تعيين المجلس الأعلى للقضاء 22 وكيلة نيابة في النيابة العامة، ومن ثم تعيينهم في المستقبل قاضيات في المحاكم، وسيسمح لهن بحكم عملهن بالإشراف على لجان الانتخاب. وسيكون لها الاختصاصات ذاتها التي يباشرها رؤساء اللجان الفرعية، وذلك بالأمر بفتح باب الاقتراع وإغلاقه والتدقيق على هوية الناخب ومساعدة الناخبين في التصويت واعتماد الأصوات الصحيحة واستبعاد الملغاة. ستحظى المرأة الكويتية بفرصة الإشراف الكامل على الانتخابات الحالية بعد تعيين المجلس الأعلى للقضاء 22 وكيلة نيابة، مع إمكانية تعيينهم قاضيات في المحاكم مستقبلا. لازم المرأة تدخل إلى القضاء وتصير لها فرص متساوية مع الرجل القاضي، لأنها هي تمتلك كل المؤهلات كإنسانة حال الرجل في موضوع تولي القضاء. احنا يسعدنا ان طبعا بالفترة الأخيرة فتحوا المجال للمرأة انها دخلت في سلك النيابة العامة اللي هو الممر اللي يوصلك الى القضاء، فيسعدنا وجود المرأة في النيابة العامة، وان شاء الله تبدأ تستلم قريبا يعني مهامها في المحاكم الكويتية كقاضية، وأيضا يسعدنا أن نشوفها تدير مراكز الاقتراع، لأنها يعني راح تكون لا تقل إمكانيات وقدرة على إدارة مراكز الاقتراع. ومن ضمن الاختصاصات ترأس اللجان الفرعية بفتح وإغلاق باب الاقتراع والتدقيق على هوية الناخب ومساعدة الناخبين في التصويت، بالإضافة إلى اعتماد الأصوات الصحيحة واستبعاد الملغاة. لا شك ان للمرأة دور كبير في 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 بناء المجتمع، يعني احنا لا نستطيع ان نهمل المرأة، فهي الام وهي الاخت وهي الابنة، ولذلك احنا نسعد تماما عندما نرى المرأة وقد تغلدت المناصب المختلفة التي كانت في يوم من الايام حكرا على الرجل، ولعل الحقيقة التمثيل النيابي جزء من هذا الدور الذي يجب ان تحظى به المرأة. اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات ستحدد المقار التي ستتولى وكيلات النيابة العامة الإشراف فيها، مع إعطائهم بعض الإرشادات القضائية لضمان الحفاظ على كل إجراءات عملية الانتخاب. حسن بن غيام، تلفزيون دولة الكويت.